أربعة وخمسة. طيب وعندنا هون المي من شركة راديانت، هيدي مي مقطرة خصوصي للتاتو يعني. وفي عندنا هون الكب هولدر، بس صراحة أنا ما بحب استخدمه كتير يعني. فشو بعمل، شو بفضل أنا؟ بفضل يكون في مثل هيدي عليها فازلين، شيل شوي بحطهم هون على طرفها، على طرف الكب، وبحطها هون بكبسها، برجع واحدة تانية كمان بكبسها، ثلاثة أربعة خمسة. طبعا هيدي لما بتكون خلوها على التاتو، انتو عم تشتغلوا بالتاتو خلوها موجودة قدامكم، يمكن تعوزوا اي شي فيها بخصوص التاتو. طيب عنا هون حبر السوبر بلاك، بنخض القنينة منيح كتير قبل ما نشتغل فيها اي شي. اوكي، اول واحدة مثل ما بنعرف نقول الفوليوم 1 هي اكتر شي بدها تكون فيها حبر، يعني نطفها لفوق. اوكي، نضفها لفوق على اللابتوب على الاخر، هيدي هي اهم خطوه، هيدي بتعمل فيها اللاين وبتعمل فيها الفلينج. اوكي، ثاني خطوه بنعمل هي رقم 2. اوكي، ليكو كيف حنجي تدريجيا، بنحط واحدة اثنين ثلاثة أربعة، هون بنحط واحدة اثنين ثلاثة، واحدة اثنين واحدة. اوكي، فصار عندي هون انا ثلاثة اثنين واحد، اربعة ثلاثة اثنين واحد. بعدنا بالمي، بعدنا بالحبر. هلأ بنجي على المي. اوكي، بنحط بنفولها على الاخر، الاخر. اوكي، طيب هلا يعني اذا بدك تجي تطلع عليهم حتلاقي يمكن نفس الشيء. اما اتركهم خمس دقائق حيصير الحبر تحت والمي فوق، فهذا غلط. يعني انك تحط هيدول وتيجي تشتغل بسرعه ما بيمشي الحال، لازم يكون لهم شغله. ليكو في هيدا الماشين ميكسر للحبر، اذا ما لقيت منه بلدك فيك تطلبها على علي اكسبرس او فيك تطلبها امازون. طيب اول وحده ما بنعمل لها ميكس، بس لو عملتوا لها ميكس ما بأثر. نعمل ميكس اول شيء لهيدا، اوبا هيدا الثقيل فيها. طيب بس لما تكبسوا ايدكم ما تشيلوها. اوكي هيك تمام. هلا على ثلاثة، كمان بتعملوا ميكس، اثنين واحد. اوكي انكسرت، يمكن انكسرت ما بأثر. هدول الروس بينشالوا بيتغيروا، عندي روس منهم هون بقى المصيبة، خلينا نجيب نقطة. طيب لنقول انت اضطريت بدك تعمل هيدي الطريقة وما عندك هيدا الميكسر. اوكي، في طريقة تانية بس ممكن تكون اصعب. هيدي العودة او الخشبة او اي شيء، كسر لها راسها من فوق هيك، او رفعها كمان بعد شوي هيك او هاي. اوكي، هاي الخشبة حطوها هون وصيروا اعملوا هيك برمو. هيدي اذا بحال ما عندك الميكسر. اوكي، بتضلكم تبرموا تتلاقوا اللون صار مثل اللون الاسود رقم واحد، بتضلكم تبرموا هيك.
طيب هون صار عندنا مثل ما قلنا فوليوم 1 هو الاسود 2 3 4 5 فيك تعملهم بالقلب بس الفوليوم 1 هو نقول انه انت فيك تحطها كيف ما بدك يعني فيك تسميها هيدي A B C D E اوكي مثلا فيك تسميها فيك تسميهم على اسمك مثلا